بقى نطمن على لاعبي النادي الاهلي والمصابين خلال الفتره اللي فاتت. دكتور احمد ابو عبله طبيب الفريق، تحياتي ليك يا دكتور احمد. ربنا يكرمك كابتن اسامه، ازي حضرتك؟ الحمد لله. طمنا بقى على كل مصابي النادي الاهلي خلال الفتره السابقه اللي ما شاركوش في مباريات الدوري، عندنا مباراه مهمه، قول لنا اخر الامور واخر الدنيا ايه معاهم. والله كابتن اسامه احنا طبعا يعني بيبقى في اعتبارات للمرحله اللي احنا فيها بالنسبه حتى حل للنقطه الطبيه اللي بنشتغل على اساسها. احنا طبعا في اعتبار لمباراه الدوري اللي احنا كنا شغالين فيها، في اعتبار للمباراه النهائيه اللي احنا داخلين عليها ان شاء الله باذن الله. كان في محاولات لتجهيز اللاعبين حتى لو كنا هنخليهم يشاركوا بعض المشاركات البسيطه في المباراه اللي فاتت، ولكن ما حلفناش الحظ ده. لاعبين خط الوسط الثلاثي اللي هو عمرو السوليه وايو ديانج وحمدي فتحي، الحمد لله النهارده الثلاثه شاركوا مشاركه كامله في التمرين. يعني حمدي ان احنا كنا قللنا له الكامل شويه ف يعني خد جزء من التمرين، انما الحمد لله عمرو السوليه واليو ديانج كانت مشاركه كامله النهارده في التدريبات. الحمد لله. والحمد لله يعني ما كانش في اي رد فعل سلبي خالص بعد المشاركه دي. وان شاء الله باذن الله يا رب كده يكونوا تحت تصرف الجهاز الفني بصوره كامله في المباراه اللي جايه ان شاء الله. ده بالنسبه لخط الوسط الثلاثي حمدي فتحي وعمرو السوليه وديانج، الحمد لله بصحه جيده وشاركوا في التدريبات. بالنسبه لياسر ابراهيم، ياسر برضو كان كنا احنا قلنا كان عنده بعض المشاكل في العضله الخلفيه، كان شد كده، الحمد لله برضو النهارده شارك مشاركه كامله كويس. ما كانش في اي شكوى برضو، الحمد لله شفناه بعد التمرين رد الفعل الحمد لله كان كويس جدا، فبرضو ان شاء الله جاي يعني تمام الحمد لله النهارده في الاختبار في التدريبات. بالنسبه لمحمد عبد المنعم، محمد احنا هنشتغل معاه، هنحاول على قد ما نقدر باقصى جهد بجلسات علاج طبيعي مكثفه وجلسات تاهيليه مكثفه. عايز اقول لك النهارده تطور جدا في البرنامج بتاعه كويس. احنا عايزين يعني نكون متانيين عليه برضو، مش عايزين نكون في استعجال علشان يعني ما يبقاش في رجوع للاصابه او كده، انما الباب مفتوح. ما فيش وعود مننا ان محمد يكون جاهز في المباراه النهائيه. الشد اللي كان عنده في العضله الضمه بيتحسن جدا، انما لسه ما زلنا في المنطقه الرماديه اللي هو يعني ماشي يوم بيوم يعني يكون جاهز، مش بالظبط كده. لسه ما زلنا بعيد شويه ان هو يشارك، انما الامل موجود ان شاء الله باذن الله ربنا يوفقنا كده في الايام اللي جايه ونشوف اخبار كويسه ونشوف نتائج كويسه عليه. تمام. محمد الشناوي كان اشتكى شويه وما شاء الله شفناه في المباراه السابقه امام انبي بيلعب ال 90 دقيقه. محمد الشناوي برضو الامور جيده يعني كنا قلنا برضو ان هو كان بعض القلق حافظوا يعني عليه او المخاوف، فاحنا فضلنا ان احنا نحافظ عليه، انما لا ما فيش اي شكوى عنده حاليا خالص محمد سليم الحمد لله. طيب عايزين برضو فرصه وحضرتك موجود معانا نطمن كل جمهور النادي الاهلي على لعيبه ممكن ما تكونش موجوده في النهائي الافريقي بس لعيبه مهمه جدا، اولهم بدر بنون حالته وصلت لايه؟ خاصه يعني شفنا الايام السابقه بدا ينزل التدريبات يعني. بدر احنا طبعا كلنا كنا متابعين القصه بتاعته ان احنا راجعين من فتره راحه سلبيه كانت طويله شويه. فغير حتى الاصابات الثانيه يعني لما بنشوف اصابه مثلا زي مثلا رباط صليبي ولا حاجه بتبدا اللاعب يعمل حاجات تاهيليه من بدري يعني. انما هو كان راحه سلبيه فديت مأثره شويه طبعا على القوه العضليه. ده اللي احنا كنا متوقعينه واحنا بنحط البرنامج بتاعه بعد ما بدانا نشتغل مع بدر. لا الحمد لله هو في منطقه كويسه جدا. متوقع ان شاء الله باذن الله كده يعني احنا قلنا اسبوعين ويبدا حاجات كده بسيطه مع الفريق. هو دلوقتي في مرحله ان احنا بنرجع له النفس بتاعه، الحاجات اللي هي الايروبيك، بنشتغل على القوه العضليه برضو بصوره مكثفه شويه. حتى احنا قبل ما ينزل بقى ان شاء الله التدريبات هنبدا نقلل له الحمل شويه بحيث ما يحصلش اي مشاكل او اي اصابات ثانيه، انما هو ماشي كويس جدا في البرنامج بتاعه. متوقع زي ما قلت لحضرتك كده اسبوعين ان شاء الله ويبدا مشاركات جزئيه في التدريبات مع الفريق ان شاء الله، وده شيء جيد. برضه عايزين نطمن على اكرم توفيق، برنامجه ماشي ازاي؟ وصل لفين؟ انهي مرحله في البرنامج بتاعه؟ يعني اكرم دلوقتي احنا تقريبا اربع شهور الا كام يوم. الحمد لله بالارقام او بالجدول اللي احنا بنحطه لتطور البرنامج التأهيلي بتاعه الحمد لله اكرم ماشي كويس جدا في البرنامج ده.
ممكن نقول ان احنا حتى سابقينه شويه. كويس. برضه اللي مشجعنا ان هو كان رباط صليبي، بس ما كانش فيه اي مشاكل في الغضاريف الحمد لله. فلا يعني احنا بنقول ان ميعاد العوده من عمليه الرباط الصليبي بتبدا من 6 شهور، ممكن تصل لغايه 9 شهور او على حسب المشاكل اللي موجوده، ممكن في ناس تنزل بعد سنه كمان. انما ان شاء الله باذن الله اكرم الأمور جيدة. في المنطقه القليله جدا، يعني ان شاء الله باذن الله اللي هو في اقرب فرصه باذن الله يكون معانا إن شاء الله. يعني أخيرا برضه نوصل عايزين كده ان شاء نطمن الله. على لويس ميكيسوني. لويس كويس، لويس بيجي لنا برضه موجود معانا كل يوم في التدريبات بتاعتنا، بيعمل جلسات علاج طبيعي. كنا ملبسين له كبيره ثابته، دلوقتي غيرناها بقت كبيره متحركه، بنسمح له ان هو يتني ويفرد مفصل الركبه. طبعا احنا كنا عارفين وكان الاصابه بتاعته الجذع في الرباط الداخلي، وكان القرار ان احنا نعمل له علاج تحفظي وعاملين له كورس كده للعلاج بالبلازما. ادينا له اول جرعه من 3 ايام، المتوقع الجرعه الثانيه تكون بعد ما نرجع من السفر ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله اكيد، يعني اللعيبه كلها وعودتها ده شيء مهم جدا، وبنشكرك شكرا جزيلا دكتور احمد. يعني ما شاء الله عامل جهد كبير دكتور احمد ابو عبله رئيس الجهاز الطبي وكل العاملين كمان في الجهاز الطبي في النادي الاهلي، بنشكرك شكرا جزيلا.